السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناتي نفيد ونستفيد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد اللقاء دائما بكم ويحلو بكم عبر هذه القناة. واليوم بإذن الله حلقة هذا اليوم سأتحدث فيها عن علاج الجدري لعصافير البادية والكوكتيل والغندور إلى آخره. ما هو الجدري يا إخوان؟ الجدري هي حبيبات تخرج حول الكير في أغلب الأوقات، وعلى محيط الرأس لهذه العصافير تكون هي بمثابة حبوب جافة يزيل عنها الشعر، هذا يسمى بالجدري. وأحيانا يا إخواني تخرج على الأقدام في أغلب الأوقات. يعني علاجه يا إخوان ليس بالصعب وليس بالمستحيل، بل هو متوفر وسهل للجميع. دائما المربين أغلبهم يشتكي من هذه الظاهرة ويسألني أخي محمود كيف التخلص من الجدري لطيوري. العلاج يا إخواني هو عبارة عن الفزلين، مادة الفزلين جميعكم يعلمها، توجد بالصيدلية، يوجد عند النساء، كريم الأيدي، كريم الجلد، البشرة، هو اسمه الفزلين. يمكنكم شراؤه من السوبر ماركت إن وجد، وأيضا من الصيدلية يتوفر. هذا الفزلين تقوم يوميا أخي العزيز على مدار 3 أيام كل يوم مرة بدهن المكان أو المحيط الذي به الجدري جيدا بالفزلين، وتعريض الطائر من بعدها إلى أشعة الشمس مباشرة لمدة نصف ساعة حتى ينشف، لكي تتغلغل مادة الفزلين إلى هذا الجدري، يعمل نوع من أنواع الحكة البسيطة لدى الطائر، فيقوم الطائر بحك نفسه والمحيط الذي به الجدري جيدا بعد أن ينشف عليه على مدار 3 أيام كما قلت لكم. نفذوا العملية أو كرروها، سيصبح الجدري قشيفات بسيطة يمكن الطائر قشرها في الكير أو حكها بالقفص، تسقط لوحدها وتتعافى وتتلاشى هذه البقاع أو هذا الجدري بإذن الله. يعني على مدار 3 أيام قوم بدهن الفزلين كل يوم مرة خصوصا في فترة النهار، وتعريضه لأشعة الشمس حتى يمتصه المكان الذي به الجدري، يمتص مادة الفزلين وتتفاعل حول هذه الحبوب، وعلى مدار يومين بإذن الله 3 تبدأ بالسقوط بعد أن تكون قد نشفت وتكررت هذه العملية معكم بإذن الله إخواني. يعني هذا العلاج الفعال والمضمون بإذن الله والمجرب طبعا من أخوكم محمود وادي لكم أكيد لعلاج ظاهرة الجدري العصافير البادية الكوكتيل الغندور إلى آخره، كل فصائل البغويات بشكلها العام، وحتى المغردة مثل الكناري والحسون والبلبل والزيبرا إلى آخره. هذا العلاج الفعلي بإذن الله. طبيعي يا إخواني من لديه سؤال عن هذا الموضوع أو في هذا الموضوع أناقش جميع الأسئلة، ومن لديه أيضا أسئلة أخرى في مواضيع متنوعة يمكنكم التواصل أيضا تحت صندوق الردود أسفل الفيديو، وأيضا هناك في صندوق الوصف طرق التواصل لدينا كما تعلمونها، هناك رابط صفحتنا عبر الفيسبوك صفحة أو قناة نفيد ونستفيد، وأيضا الرقم الخاص بي محمود وادي شخصيا للتواصل عبر الواتس أب كل يوم ساعة للإجابة بشكل مباشر وفعال عن جميع الأسئلة والتوصل لجميع الردود في كافة الأنواع. أكيد يا إخواني طيب لي تحياتكم وحسن الختام دائما للجميع، ودائما التوفيق، أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لكم دائما. تحياتي لكم أينما تكونوا، ولا تنسوا أكيد من يريد أن يتابع كل ما هو جديد وليصل كل ما هو جديد أنتظر جميع الاشتراكات في القناة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. وأكيد يا إخواني أنا أتمنى لكم الخير في كل الأوقات. في النهاية تقبلوا فاق احترامي وتقديري، محمود وادي من قناة نفيد ونستفيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.